بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده يا جماعه هعلمكم ازاي ننقل اي شتله مهما كانت مهما كان حجمها ومهما كان شكلها من قصيص صغير لقصيص كبير بحيث ان هي الجذور تكبر وتستفيد منها والنبات يكبر اكتر عندنا. طب احنا عندنا ايه؟ ورده اهي مزهره والزهر طالع فيها. ننقلها ازاي؟ كل اللي هنعمله هنجيب القصيص ندخل صوابعنا بين الساق بتاع القصيص وناخد بالنا ان الورد يكون في شوك ونعمل كده خطتين ونطلع. شايفين دي كده ايه الورده اهي. طب انا محتاج انقلها في قصيص اكبر. كل اللي بعمله اجيب قصيص باملة نص تربه وانزل فيه النبات بالشكل ده كده ودايما احافظ ان النبات ما يتكسرش بيدي او الجذور تاخد هواء بالشكل ده كده. شايفين كده احنا نقلناه. طيب عايز انقل كمان نبات، ممكن ازرع في نفس الشجره وردتين، نفس القصيص وردتين، نفس الموضوع. هعمل بالشكل ده كده، اقلب القصيص كده واطلع النبات بجذوره بتاعته. شايفين؟ واحطه بالشكل كده، اتك عليه بحيث ان ايه ينزف قبل. يبقى انا كده نقلت شجرتين في مكان واحد واستفدت ان انا ممكن ايه اخلي اتنين في ايه في قصيص واحد واكمل تربه بالشكل ده كده. يبقى انا كده نقلت النباتين. يا جماعه الفيديو ده مهم جدا للناس اللي بتحاول تنقل اشجار او تنقل شتلات او تنقل اي حاجه، ده مهم جدا لازم تعمل الموضوع ده عشان تحافظ على النبات بتاعك ما يموتش. كملت انا تربه كده، كل اللي هحتاجه كده ازود ميه بعد كده. كده انا نقلت النباتين عندي. هنشوف بقى عملنا فتحة الصرف ازاي. كده يا جماعة انا كده نقلت النبات زي ما انتم شايفين في القصيص شجرتين الورد بالشكل ده كده ونقلتهم في القصيص. انا قبل اهم حاجة ان يكون عندي عامل فتحة صرف بالشكل ده زي ما انتم شايفين. فتحة الصرف دي المية واقفة عندي هنا كده، دي مشكلة. لو المية دي قعدت فترة اطول من كده ممكن تعمل عفل في الجذور وبقى انا ما عملتش حاجه. طب انا اعمل ايه؟ انا افتح فتحه الصرف بالطريقه دي كده. محتاجين خرطوم تاني. الشكل ده كده. كده الخرطومين زي ما انتم شايفين بننزلوا ميه. يبقى انا ايه لما الميه تنزل من فوق يبقى انا مش هيحصل عمر ما يحصل عندي عفن في الجذور. انا عامل فتحتين صرف عشان بوصل الاسس ببعضها بحيث ان انا ممكن اروي في مكان واحد وكل يشرب مع بعضه، او حبيت اصرف من القصيص للتاني يبقى الموضوع سهل. لو انتم شايفين الميه بدأت تنزل هنا اهو، شايفين التربه طين. يعني الناس بتقول لك التربه الطين ما بتعملش صرف كويس، انا ما حطيتش غير الطين بس في قلب القصيص. شايفين الميه ما تبدا تنزل بالشكل هنا اهو، بتنزل في الجردل اهو، ما عادش عندي ميه في قلب القصيص. لحد ما تنزل ميتها خالص يبقى انا ساعتها بعد كده ايه اروح اقفل فتحه الصرف واسيب الايه النبات يبدا جذوره تشتغل مع الميه وتكمل تكبر اكبر من كده. انا ناقل شجرتين جنب بعض، هما شجرتين كبار مش صغيرين في قصيص واحد. بنفس الطريقه دي تنقلوا بيها عشان محدش يقول انا نقلت والزرع ده بالمندي. بنفس الطريقه ما تخليش الجذور تشم هواء، لان لو شمت هواء خلاص يبقى انت ما عملتش حاجه.
فانت بتنقل الزرعه بالجذور بتاعتها بالطينه بتاعتها في اصيف تاني بتكبر الجذور، مع الوقت بتبدا ايه تشتغل وتكمل طريقها تاني. شايفين المايه نازله هنا اهي، هسيبها لحد ما تنزل واوريكم الشاي الازرق عامل ايه عندنا النهارده. ده الشاي الازرق اهو، وانتوا شايفين طلع ازهار، في ازهره تانيه طالعه. ده الشاي الازرق انا زرع منه 4 شجرات عندي. شاي ازرق، وانا النهارده نقلت 4 شتلات هتلاقيهم في الفيديو بعد دوت. كوسه وبطيخ نمسو وبطيخ عادي وبطيخ روسي، يعني 4 انواع شتلات في مكان واحد، مكان يعني مش كبير. يعني انتوا شايفين المكان عندي بالشكل ده. حابب افرجكم على الفلفل الالوان بقى بالشكل ده كده، والفلفل الالوان برضه طماطم البلحية. وانتم شايفينها بدأت تخش انها بدأت تحمر اهي، طماطمة هنا غريبة عايز اوريها لكم شكلها عامل ازاي، طماطمة براسين. دي طماطم جلد النمل. وادي رمانة، موضوع سهل جدا. وادي البشم الفرط، وادي لو فاكرين احنا خدنا عقله من ال خدنا عقله من ال من الزعتر الجبلي قصيناه من هنا كده، فاكرين ان زرعناها اللي زرعناها هنا كده شايفينها اهي اهي اللي انا زرعناها دي، كانت موجوده هنا فانا قصيتها وزرعت منها. لو خدت بالكم الزعتر الجبلي بدأ يطلع تاني على الجنبين فروع تانية جديدة، يعني كل ما تاخد منه كل ما يديك اكتر. يعني لو حبيت تقص دوت ويطلع لك فروع جديدة تقص ويطلع لك فروع جديدة. موضوع بسيط جدا، بس يعني اهم حاجة في الكوباية دايما تخلي ارضها طرية، لان دي بتحتاج تعمل جذور تانية جديدة، فلازم دايما تخلي الارض كل ما تنشفش منك كل ما تنشف منك اديها مية. ولو فاكرين الكاليوس برضو احنا خدنا عقلة من كاليوس زرعناها بتاريخ كام؟ تاريخ 15 اهو، ده الكالو زي ما انتم شايفين بالطريقة دي 15/7 وشغال اهو. تابعوا الفيديو يا جماعة، مهم جدا تنقلوا بالطريقة اللي انا شرحتها ديت، لان النقل الغلط بيموت اي نبات عندكم. تحياتي. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنشرح طريقة نقل الشتلات من الاكواب اللي احنا زرعناها. احنا زرعناها يوم 22/7، دي كوسة. هنقلها ازاي؟ احنا المفروض ان احنا نكون مجهزين قصيص جيركن اي حاجة عندك، والتربة تكون تربة طين زي ما انتم شايفين بالطريقة دي كده، والتربة تكون تربة طرية يعني طين. طب اعمل ايه؟ هعمل حفرة على قد الكوباية بالشكل ده كده، واجي اقطع الكوباية بالطريقة دي كده. شايفين جذور الكوسة بدأت تطلع، فأعمل ايه؟ الكوسة النبات بيكبر وبيفرع، فأنا المفروض دايما أحطه في نص القصيص. ممكن أزرع الأجناب حاجة تانية. أخد الكوسة بالطريقة دي كده، شايفين دي الجذور، ودايما أحافظ عليها ايه من الهواء. فأسرع وقت أكون ناقلها في قلب القصيص ونكمل عليها تربه بالطريقه دي كده. دايما طول ما النبات البذره قويه هناخد نبات قوي، البذره ضعيفه عمرنا ما ناخد منه نبات قوي. فلازم نختار دايما البذور تكون بذور كويسه. ده بطيخ مزروع من تاريخ 22/7 برضه نفس الطريقه. هقطع الكوبايه، دايما هاتوا كوبايات ورق يا جماعه، عشان الكوبايات ورق سهل ان انت تطلع منها الايه الشكل. البطيخ هنحطه في نفس الموضوع برضو بالطريقة دي كده. اهم حاجة يكون القصيص فيه فتحة صرف
عشان نصرف المية الزيادة بعد ما نسقي. ده بطيخ بتاريخ 22/7. شايفين الطريقة ازاي؟ نقطع الورق بالشكل ده كده ونطلع البطيخ وجذوره طالعة هنا ونعمل كده. لحد ما نقدر نخلي الايه العود عدل، يعني ما تخلوش مايل ليمين ولا شمال. ده بطيخ تاني تاريخ 22/7 بالشكل ده كده. نعمل حفرة في النص ونحط الايه الشكل كده. زرعنا كام شتلة؟ 4 شتلات في قصيص واحد. ممكن نجيب كمان شتلة ونزرع. ده كانتالوب بتاريخ 22/7 برضه. اعمل ايه؟ نفس الشكل ده كده. طلع الكوباية اعمل حفرة واحط الايه الشتلة في نص في نص الربع كده، بحيث ان تبقى متوسطنة، يعني لا في الحرف ولا في النص، بحيث ان الجذور بتاعتها ما تكملش على بعضها والجذور تأذي بعضها. وممكن ازرع في القصيص ده 5 شتلات. انتوا شايفين بالطريقة دي كده، دينا زرعنا بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هعلمكم ازاي ننقل شتلة الشاي الازرق بعد ما بقى عمرها بقى فيها 4 ورقات بالشكل ده كده. هننقلها في ايه؟ في قصيص اكبر عشان تكبر تدينا ازهار. طب ازاي؟ احنا بنزرع في كوبايات ورق، بعد ما الشتلة بتطلع بنقطع الكوباية بالشكل ده كده. بالشكل ده كده بنقطع الكوباية، هنلاقي الجذور بتاعة الشاي الأزرق بدأت تنزل تحت اهي. طيب احنا مش هنفصص ولا هنعمل أي حاجة، كل اللي هنعمله هنطلع الشتلة بالشكل ده كده. شايفين؟ بالشكل ده كده. ونكون مجهزين لها مكان في القصيص على قد العمق بتاع الكوباية ده، ونحطها بالشكل ده كده في قلب القصيص. شايفين بالشكل ده كده. ونكمل عليها تربة الأجناب بحيث ان هي جذورها تبدأ تنزل لتحت. بالشكل ده كده خلصنا. نجيب لها شوية مية ونرشها مية بالطريقة دي كده، بحيث ان الميه هتمنع الهواء يخش للجذور بتاع النبات، وفي نفس الوقت هيدي مساعده للجذور انها تشتغل وتمتد على الميه بالشكل ده كده. نزرع هنا شاي ازرق تاني، كل قصيص زرع 2، ودي شاي ازرق تاني اهوت. نطلع زهره، والزهره دبلت خلاص، يعني نقطفها يا اما نبدا نخليه عندنا نشربه. والشاي التاني الأزرق مطلع أزهار هنا بالشكل ده كده. يبقى أنا كده زرعت الشاي الأزرق، نقلت الشتلة بتاعته في قصيص تاني أكبر، بحيث إن الجذور بتاعة الشتلة تكبر، وفي نفس الوقت أستفيد منها إن هي بعد كده تطلع لي أزهار، وآخد من الأزهار دي وأشرب بعد كده. تحياتي.